حمود صوت الأغلبية الصامتة. نحن كنا بالشام أنا وابني، يعني طلع إلي عنده 24 يوم أو 23 يوم. فنحن غاضية، كانت عنده قضية يعني ما شملتش الإعفاء تبع جلالة الملك المعظم، فعملنا له الإخلاء السبيل، عملوا لنا تلفون قال اطلعوا هياتوا عملنا الإخلاء السبيل تعالوا. فرحانين ونحن جايين على الطريق إنه جاي أنا وابني، إلا ما بقول شافوا رقم محمد واسم محمد قالوا له أنت مطلوب للجهات عنا. قال لهم أنت سياسي؟ قالوا له. قلت له مقسم بالله العظيم مش متعلم ابني، أنا أمي ابني من صف سادس، يعني ابني هو بحب تجارة السيارات من هو طفل، ما بيعرفش بكل هالشغلات. قالوا لي خالتي الأمن السوري مجرد يومين ثلاثة نحن بنبعث لك إياه إن شاء الله. قلت له أرجع على سوريا أضلني عند ابني ولا أرجع على الأردن؟ قال لا روحي على الأردن نحن بنبعث لك إياه. قلت له إن شاء الله، يلا خطركم مع السلامة. روحت ولهلا يعني له أسبوع ما جابوهوش. والله أنا بطلب من الرئيس بشار الأسد، نحن حبايب وأهل وعرب ومن جلالة الملك، يعني إنهم يجيبوا لي إياه بأسرع وقت. رحنا للخارجية الأردنية بعتوا كتاب، ورحت على الحدود بالأردن حكيت لهم بعتوا كتاب. بس أنا خايفة كتير كتير على ابني، إلي أسبوع ما بنامش مزبوط. ابني معاه تشوه خلقي، كلويتين فوق بعض بجنب والجنب التاني فيش كلاوي، إذا ما بياخدش دواء باستمرار بتضخم عنده الكلى، وشاب زي الوردة حرام يعني علاجه يوميا لازم ياخده. بناشد طبعا الملك عبد الله الإفراج عن ابننا محمد بأسرع وقت. ناشد سيدنا الملك عبد الله بالتدخل بالسريع بالإفراج عن ابننا، لأنه إحنا هاشميين وتحت مدرسة الهاشميين وقدامنا وولادنا كلنا فدى الملك عبد الله. كان عليه شوية أمور مالية وكنا متأملين إنه يفرجوا عن الشكات، تموا الشكات ضبطنا له ياهن استأنفنا له ياهن، وجاي هو وامه ووالدته عن الحدود اعتقلوا بالحدود السورية. ونطلب من جلالة الملك عبد الله إلا احنا التدخل على السريع بالافراج عن ابننا. لم يقوموا ببيان ما هي الاسباب بانتزاع ابننا محمد، رغم التوسل من والدته وافهامهم انه ابني لا هو سياسي ولا هو حزبي ولا إله بالأمور هاي، هو عبارة عن تاجر سيارات بتاجر بالحديد بفهم بالحديد. وابننا أيضا ما بفهم لا عن النت ولا على الكمبيوتر، ثقافته السادس أو الإعدادي ولا بيعرف أي لغة غير اللغة العربية. ناشد جلالة الملك عبد الله الثاني والحكومة الرشيدة بالتدخل السريع مع الحكومة السورية لإعادة ابننا محمد البشيتي على أرض سوريا الشقيقة. احنا من ناشد انه يطلقوا صراخهم لانه احنا شعب واحد. تعمون صوت الأغلبية الصامتة.